اسمها ارتبط بتلفزيون لبنان وهي تعتبر من أهم الإعلاميين وأبرزهم. خطفت الأضواء بحضورها، ذكائها، صوتها، أدائها ولغتها السليمة. أول بدايتها كانت بالإذاعة اللبنانية ونالت نجاح كبير، وبعدها دخلت التلفزيون لبنان، وأول إطلالة لها كانت ببرنامج تاريخ السينما المصرية. بعدها صارت مذيعة رسمية بتلفزيون لبنان، فبلشت بربط البرامج لفترة قصيرة وانتقلت بعدها مباشرة لقسم الأخبار، فكانت صحفية بتعد وبتقدم الأخبار. بعدها انهالت عليها البرامج من اجتماعية، فنية وسياسية، وكانت أول من قدم برنامج استوديو الفن المتفوقون وبرامج التوك شو السياسية المباشرة على الهواء مثل صالون الخميس. ومن أهم برامجها شاهد على العصر، التاريخ انحكى، ومن ذاكرتهم تنتعرف أكثر عليها مستقبل العالمية الشهيرة سعاد كاروت العشة. مساء سعاد، مساء خير، تفضلي. سعاد كاروت العشة، مساء الخير واهلا وسهلا فيك بمن الاخير. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم كلكم، شو هالجو الحلو. مبسوطين كثير فيك لوجودك معنا اليوم بالام تي في. هذا اول مره بتجي على الام تي في؟ لا اوفو، عملنا استوديو الفن، اخر استوديو الفن كنت بلجنه الحكم مع سيمو اسمر، بس مش بهذا المبنى. مش بهذا المبنى بس يعني كمان عملت برامج، صورت لبرامج تاني بنفس المبنى. وعندك اطلالات جديده على الام تي في ولا لا؟ هلا مبدئيا ما في شيء. ساعات ارد العشاء ما في شيء. كنا كثير عم نفكر بالفقره، عاده بنستقبل دائما بابليك فيجر. ليش كرستكم ترقص هالقد؟ تشوفوك من كل الميلات. ساعات كاروت العشاء مسيرة طويلة، والبداية كانت صعبة كتير، ومثل ما نعرف طريق النجومية بالزمانات كانت أصعب بكتير من اليوم. صحيح. ما كان في تكنولوجي، ما كان في اليوم سوشيال ميديا، ما كان في إنترنت، كان أصعب بكتير الأشخاص تطل على العالم، وكان إذا بدك المنافسة أقوى بكتير. خبرينا قديش كانت صعبة عليك، ولا أنت كان الحظ لعب كتير دور بمسيرتك؟ هلأ الإنسان بده يكون هالقد عنده شغف بهيدي المهنة عشان يتخطى الكتير من الصعوبات. بمعنى لما بتحب الشيء بيسهل عليك. هلأ بأيامنا غير أيامكم، اليوم التكنولوجيا عم بتسهل عليكم كتير. أي بروجرام بتحب إنك تحضر له، بتفوت على الإنترنت، بتفوت على جوجل، بتفوت أنت وقاعد بساعة بتحضر برنامجك. نحن كان عنا صعوبات كتير. الصورة اليوم تجيك الصورة أكبر حدث بالعالم، دقيقتين بكون عندك بتحطه على الكاميرا. نحن كنا نزيعه خبر وننطر للطيارة توصل الأفلام لتجينا من برا لنزيعها على الهواء. أشياء كتير على يعني لدرجة كنتوا نوعا ما وكيلت أنباء. يعني في كتير ناس كانوا يقولوا بالزمانات، وأنا بتذكر أهلي أنه سعاد كاروت العشاء قالت هيك، يعني هيدا هو الخبر. لما كان في ريفرنس تانية بيير، كان في ريفرنس، كان في وكالة محلية اللي هي الوكالة الوطنية للأنباء، كان في وكالة المركزية، كان في كم وكالة محلية، بس مين كان عنده أكسي عليها؟ كان في وكالات أجنبية. بس كان الصحافي منا كان هو سورس، كان هو مصدر خبر، كان هو يتكل على اتصالاته، يتكل على تحركاته، ما يقعد ينطر لحدا يجيب له الخبر، يجي هيك طازع على طبق من فضة وهو يقرأ النشرة ويقول لا لا، نحن كنا السورس، نحن كنا المصدر. طب اليوم خبر مين أكتر شيء بيقنعك من المذيعات؟ هلا في مذيع أخبار أو مذيع أخبار وقت تسمعي له بتقولي هيدا بيقنعك بخبر؟ ما تفوتني بهيدي لعبة الأسماء، ما بحب. طب محطة، نحن على أيامنا، نحن على أيامنا كان في تلفزيون لبنان، مزبوط، كان تلة الخياط والحازمية، وبعدين صاروا محطة واحدة. كان في صراع كتير بين تلة الخياط والحازمية بوقتها؟ بوقت من الأوقات، وقت الحرب، وقت الحرب صار في مشاكل، لأنه بتعرفوا كانت حرب، مش بس حرب طوائف، حرب مناطقية كانت، فكان في صراع. بعدين وقت مين كان يربح دائما؟ هلا كان يطلع القرار من تلة الخياط ولا من الحزمية؟ لا 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 لا، لك كل منطقة كانت تربح بجمهورها، بجمهورها. ما هو عم نقول انه حرب مناطق وحرب طوائف،
يعني كل واحد بنظر جمهوره كان هو الربحان. كان في برنامج بس للأسف إنه الخاسر الكبير كان هالبلد. بعده لهلا. كان في برنامج كنت تقدميه كان اسمه المتفوقون. والمتفوقون كان برنامج وقتها ينعرض على التي في، هو كان برنامج ثقافي بس كانوا كل العالم يعتبروه كأنه برايم تايم مثل أهم برامج اليوم للغنى وللإنترتينمنت. وبالفينال كان في وقتها شخصين وصلوا على الفينال، شربيل وبتصور جاك. وهون صار في تدخل كثير كبير. قديش صار في ضغوطات؟ قديش كان في ضغوطات عليك؟ اللي ربحوا مش اثنين، اللي ربحوا أكثر بكثير، لأنه كانت المواد متشعبة، كان في كثير مواد ثقافية، وبكل مادة كان في ناجح. حتى بالسينما اليوم بتشوف بارزين من المتفوقين. كان في ضغوطات سياسية وقتها؟ لا، أو طائفية؟ أبداً ما كان في ضغوطات إطلاقاً، بس صارت تطلع نوع من شائعات، لأنه البرنامج، هذا البرنامج شقل البرامج المسابقات. كانت برامج المسابقات بهداك الوقت ألعاب ألعاب وخفة وهضامة، تفتقد لهالنوع من البرامج. إلا أن طلع المتفوقون وكان هو مدرسة. اليوم لما منشوف من سيربح المليون وقبله المميزون وقبله ما بعرف، هذه كلها أخذت طريق المتفوقون، وهذا كانت أهميته. وأهميته أنه حتى بوقت من الأوقات كشفنا أنه كان ممكن يكون في لعبة بالبرنامج، فوراً وقفناها، والبرنامج ضل مستمر بكل جدية وبكل صدق، ورفع كتير من تفتقد لهالنوع من البرامج اليوم؟ إيه الحقيقة، الحقيقة. نايلة لحود، أنا عهيدة السيرة كان بس بدي أسألك، بس واحد وقت يكون وراء الكاميرا لكل برنامج بده شخص مغير عن تاني، يعني حضرتك يمكن قدرتي تتفوقي ببرامج معينة، لو يمكن صار إنه حطوك بغير برنامج يمكن كان الناس ما حبوا هالبرنامج أو أثر البرنامج عليك، بتحسي إنه قدي معقول الشخص يكون ملائم بس لبروغرام معين؟ شوفي، نحن حكي، أنا أول كلمة قلتها إنه الموهبة، الموهبة، وبعدين بتجي بقية الأشياء. أنا الحمد لله قدمت شو بدك، قدمت أخبار، قدمت برامج سياسية، قدمت برامج ثقافية، قدمت برامج اجتماعية، قدمت برامج منوعة. كل هاي البرامج قدمتها، يعني ما في شيء ما عملته، حتى ربط البرامج عملته، والحمد لله أنه كان في قبول، وكل كل برنامج قدمته كان له صدى كتير واسع. هلا هيدا مش ضروري يكون متوفر بكل واحد بده يقدم برامج، بجوز واحد يقدم نوع من برامج يبرع فيه بس ما يعرف يقدم غيره، مش غلط. وفي موضة بالتقديم، يعني هلا دارج هيدا هيدا غلط، هيدا جانب هيدا غلط، هيدا غلط. لما انسان بيلاقي موضة، هيدي الموضة توقف. اليوم انا هيدا دارج لبسته، بعد سنة سنت الجاي ببطل دارج، ما بقعد فيني ألبسه. ما لازم الإنسان يخلق موضة لحاله، يخلق شخصية. الموضة بتروح، الشخصية ثابتة. العشمالك دارج اليوم ولا ما؟ ما بعرف. وش شخصية؟ أنا هتقلنا. لا لا، شخصيتك أنا هم. سؤال كرة العشاء، إذا أعطيناك اليوم أوفر من كل التلفزيونات العربية واللبنانية، على أي محطة وعلى أي برنامج بالذات بتحط عينك عليه؟ 633. هو للحقيقة أنا انسألت هالسؤال قبل هلأ، وقلت الام تي في مش لأني عندكم، قلته بتلفزيون آخر ولموني وقتها. هلا لاقول لك ليش. هلا اي برنامج بالام تي في هلا بلش يحوس الشباب؟ لا لا، انا ما عندي برنامج، انا ما عندي برنامج بالام تي في بقول بتمنى اكون فيه. انا بتمنى اطلع على الام تي في واقدم برنامج أفكاري. اللي كثير يلبق لي، كثير يعبر عن شخصيتي وعن حضوري وعن شوفي حالك بصوره. انا حبيت مش قصه الام تي في بتلبق لي، يمكن كل الشاشات تلبق لك اذا عرفت كيف تطل من خلالها، بس المهم تعرف انت شو بيلبق لشخصيتك لتقدمه للمشاهد. بس انا قلت الام تي في لانه كثير في على الام تي في حياه وفرح، هذا اللي حبيته. والام تي في اللي هيدا شعاره بالنهايه. حبيب خبري،
انا اول شيء بدي اقول انه كثير مبسوط انك معنا. شكرا. منوره شكرا. ما شاء الله عليك منوره. انا على كل حال اول مره بشوفك بالملون، بشوفك ابيض واسود اجمالا لانه على التقال في اللي بقى ما كان بعد في لا عم بمزح، بدي اقول انه كثير مبسوط وكثير حلو القائك، حتى انتوا عم تحكي معنا هيك بالدارج وبسرعه، القائك كثير هيك موزون وكل الاحرف مفهومه. ان شاء الله كلنا نتعلم منك. بس انت عم بتوقع مدرسه. لا انا اللي بدي اقول، بدي انا سؤالي هيك شوي فيه شغلتين. اول شغله، قد ايه صرتي بتحسي حالك سجين التلفزيون لبنان؟ يعني قد ايه تلفزيون لبنان صرتي ليبلد بتلفزيون لبنان؟ يعني بيقولوا سعاد تبع تلفزيون لبنان، لوجو ايه لوجو تلفزيون لبنان. ثاني شغله، اكيد في حسره بقلبك على تلفزيون لبنان، لانه اخر شيء كان بيتك تلفزيون لبنان، مثل ما نحن بيتنا الام تي في وبنخاف عليه. لمين بتحطي اللوم على انه ليه هيك صار بتلفزيون لبنان، ومين بتناشدي انه يرجع يقوم تلفزيون لبنان؟ اول شيء انا بوقت من الاوقات كنت كثير فخوره اني انا اكون لوجو تلفزيون لبنان. اكيد كان تلفزيون لبنان بعزه وبعز عطائه، وكل اللي عم يتقدم اليوم على بقية التلفزيونات كانوا أسيادوا تلفزيون لبنان وسبق وتقدم على تلفزيون لبنان بشكل أو بآخر. اليوم قلت أنت أسير التلفزيون لبنان، اليوم بشعر مش أنه أسيرة، بشعر بالأسف، بشعر بالمرارة أنه أنا لوجو تلفزيون لبنان بالوقت اللي تلفزيون لبنان صار مثل صندوق الفرجي. مين بلوم؟ بلوم الدولة، أول وأخير بلوم الدولة، الدولة المعاقة، الدولة الظالمة، الدولة اللي المفروض، أنا بعرف أنه الدولة تحارب بسلاحين، الإعلام والجيش. صح. الإعلام والجيش، والدولة اللي ما عندها إعلام وما عندها جيش كارثة. ما عاد الدولة، ما عاد الدولة، وتلفزيون لبنان هو ابن الدولة، راح ضحية صراع بين السياسيين، ولهلأ مرمي ومشلوح بدون أي اهتمام من الدولة. فرجاءً رجاءً، بيكفي إنكن عاملين مافيات علينا وموتيننا الجوع وهلكين البلد، ولا في دولة ولا في شيء، بيكفي، حرام، ظلم. أفرجوا عن هذا التلفزيون، تركوا له مجاله يعيش ويطلع. بس سعادتك مثل عشان كل إعلامي كان بتلفزيون لبنان اليوم فيه يضلوا حامل رأي التلفزيون لبنان، فيه بكل حلقة عم يحكيها بكل موضوع عم بيتطبق له كأنه هو على تلفزيون لبنان. يعني فينا نشوف تلفزيون لبنان بكل إعلامي وبكل موسيقى موجود اليوم بعدد بدليل اليوم إنكن أنتوا عم بتقولوا لي أنت لوجو تلفزيون لبنان، هذا كلامك كتير صحيح. أنا بدي أرجع شوي، إنه حضرتك صحفية ونعرف نحن هون هلا بهذا العصر أغلبية الصحفية متحيزين سياسياً، حتى كمان في عنا محطات تي في متحيزة. بدي أعرف بعهدك بالثمانينات كان في الصحافي ما يكون متحيز، خاصة حضرتك اشتغلتي بالتقال والتقال كانت محطة للدولة، وبوقتها كان في انقسام، بذات الوقت كان في حرب أهلية، كيف كنتوا تعملوا خاصة أنت؟ ما في الصحافي ما يكون متحيز، على الأقل بده يكون متحيز للمنطق تبعه، لأنه الصحافي يؤمن بقلمه، باللي بيكتبه، باللي بيقوله. إذا ما آمن باللي بيكتبه ما بيوصل. أنت إذا كتبتي قصيدة أو بيتين شعر، إذا ما بيعبروا عن ذلك لا يمكن يوصلوا لي. سعاد كاروت العشي مستقبلينك بفكرة success story، وكل قصة إلى نهايتها. قصة النجاح إلى نهاية؟ أبداً. yes. أبداً. النجاح لا ينتهي، النجاح لا ينتهي أبداً، يعيش ويعيش ويعيش ويتجدد حتى بعد الموت. حتى شمالي. بالآخر نيلة لحود، نحن ما فينا إلا كمان نشاركك بتليليبان، منحب نرجع نشوفه حتى لو نحن من أم تي في عم نقوله، بس نحب نرجع نشوفه واقف ان شاء الله. ندعي كلنا سوا.
انا بدي هنيك وانت مدرسه بحد ذاتها. الله يخليك. وانا رغم انه ما قدرت اعرف، ما عملت ريسيرش كثير تعرف ميولك السياسه، بس بحب انا برشحك للانتخابات النيابيه اول واحد بصوت لك لانه شغف بلا ما تعرف. لا لا لانه حبيت عندها ميول للبنان واضح، وميول لبنان بيقطع كل بس الأحزاب. انا بيهمني لبنان، انا سياستي لبنان. برافو، ما تنسى نمور من الاخر. انا كمرة لبنانية بفتكر بشخص مثلك، وعلى هودول بحط لك كذا نجمة. ميرسي، شكرا. انا صرت اعرف شو سر جمالك هلا المضاين. اول شيء بتهتمي بصحتك، ثاني شيء طموحك عالي 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 عالي. جوا جوا دائما الخارج انعكاس للداخل. تينو كرام، انا ما كنت بعرفي كثير فسالت جوجل، قال لي خيي ما خصنا مش عن وقت هيدا. فهلا تعرفت اكثر شخصيا، بفتكر برافو على كل شيء، ان شاء الله بعد لقدام. شكرا. رولا كادي، انت تاريخ، حضرتك تاريخ. شكرا شكرا. من الاخر انا بدي اعمل لك هيك سعاد كاروت العشاء، هيدا فخر كثير كبير لإلي يكون موجود حد اعلاميه كبيره مثلك، الا تاريخ عريق بالمهنه الصحافه، وهي نجمه من نجوم لبنان، مشان هيك بفتخر كثير كون موجود حدك، وبتشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا.